المغرب دكتور عمل مجهود كبير جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت السنين اللي فاتت مع فرق المغرب مجهود خرافي ومفيش نوم مفيش اي حاجه خالص على طول بكلمهم في نص الليله ليه يرد ضياء عندنا 18 فريق المفروض يجي معاهم فلوس يتصرف على 18 مجهود ما شاء الله يعني حاجات رهيبه جدا.